السلام لكم. في هذا التأمل الجديد سوف نتكلم بنعمة الرب عن سلطان الرب يسوع، ونقرأ من إنجيل مرقس 1 من آيات 21 إلى 28 التي تخبرنا كالتالي: ثم دخلوا كفرناحوم، وللوقت دخل المجمع في السبت وصار يعلم، فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. وكان في مجمعهم رجل به روح نجس، فصرخ قائلا: آه، ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أتيت لتهلكنا؟ أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه الروح نجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. فتحير كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين: ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح نجسة فتطيعه. فخرج خبره للوقت في كل الكورة المحيطة بالجليل. آمين. هنا نقرأ عن شخص المسيح، لأن هو كان عنده سلطان، وهذا الأمر ظاهر خلال أمرين مهمين جدا، وهما سلطان التعليم وأيضا سلطان الشفاء. فالآية التي تقول: فبهت من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. فشخص الرب يسوع هو الذي عنده سلطان، هو له سلطان، وليس كجميع الأنبياء الذين قبله أو حتى كالكتبة والفريسيين، لأن النبي كان دائما يأخذ السلطان من الله، ولكي ما يتكلم ويتنبأ إلى الناس، إلى شعب الله. ولكن شخص المسيح نفسه هو عنده سلطان، هو له السلطان، وأيضا هذا نوع من السلطان، وهو سلطان التعليم كما نقول عنه. ويوجد نوع آخر ألا وهو سلطان الشفاء. فهنا تقول الآية: ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه. اقرأ معي عزيزي وعزيزتي المستمعة من إنجيل مرقس، وسوف نقرأ كل المعجزات التي فعلها المسيح كما هي موجودة في إنجيل مرقس. والرب يكون معكم، ونلتقي في تأمل آخر جديد من معونة الرب. آمين.